هنا عندنا واحد الفاريتي ديال الانواع ديال لي زابل بورت فريز او لي بورت فريز توكور. عندنا جوج ربعة ستة ديال الانواع، كنلاحظوا عندهم واحد القاسم مشترك كلهم كيتشابهوا فيه، هو هاد لابارتي هادي من هنا لهنا. هاد لابارتي هادي كلها راك الى لاحظتوا تقريبا بحال بحال. غادي نهضروا على هاد لابارتي هادي ومن بعد نهضروا على لابارتي اللي القدام. هاد لابارتي هادي على حسب المونتاج ديال البورت فريز هذا كيفاش كيركب في لافريزوز. هنا كنلقاو بعدا واحد ثلاثة ديال الانواع اللي عندهم هنايا، هادو الا لاحظتوا هنا كلهم كيتشابهوا، ولكن هنا كنلقى هذا مع هذا مع هذا مختلفين. هذا غنهضروا عليه ما كيهمناش في الموضوع ديالنا. هذا كيركب لي ماشين اكوموند نيميريك، فيما تشوفوا هذه راه الاغلبيه كيركبوا في لي ماشين اكوموند نيميريك، وفي ماشين لي فريزوز كونفونسيونيل العاديين ديال لي زاتوليي كنلقاو يا اما هاد المودرا عنده هنا لابارتي فيلتي، يعني كيتشد منها في الراس ديال لا فريزوز اولا في لابروش ديال لا فريزوز، وعنده هاد لابارتي هادي اللي هنايا عندها ان ترو طارودي فيلتي من الداخل، هي اللي كتشدنا في الراس ديال لا فريزوز اولا في لابروش ديال لا فريزوز. هاد لابارتي الثانيه هادي وهادي وهنا كلهم بحال بحال، هادي ستان كون. لو كون كيتسمى كون اس ا ستاندار امريكا اولا كيتسمى كون 7/24. هادي ستاندار امريكا على حسب الكبر ديالو، هذا شحال قداش صغير مويان على حسب لا ماشين، شحال ما كانت الماكينه كبيره حتى هاد الكون هذا كيكون كبير، شحال ما كانت لا ماشين صغيره حتى هاد الكون هذا كيكون صغير. وكيتصنفوا اس ا، كيتصنفوا باس ا 30 اس ا 35 اس ا 40 45 اس ا 50 اس ا 55 ويا غاديه. هذا على سبيل المثال هادو سون دي كون اس ا 40. هذا شنو الدور ديالو؟ الا جينا لهنا هذا الدور ديالو باش كيتجبد الفوق في الراس ديال لا فريزوز اولا في لابروش ديال لا فريزوز باش كتيريه للفوق، وهذا الكون باش لا فريز لاربور بورت فريز اولا لو بورت فريز باش يتسونطرا باش يبدا يدور على لاكس ديالو. وعندهم واحد القاسم مشترك اخر اللي هو هاد لا غينيغ، هادي كلهم تقام عندهم هاد لا غينيغ. هادي هاد لا غينيغ الدور ديالها راه هو لونطرينمون، يعني هذا لا ليزون كيجرو الفوق باش ما يطيحش، هذا لو سونطراج، وهذا كيفاش يمكن له يدور. يعني كاين واحد جوج ديال لي تيتون هادي ستون غينيغ اللي كيدوروا ليا لا بروش، كدور ليا هذا باش من بعد دور ليا لا فريز معاه. دونك هذا هو القاسم المشترك بيناتهم، كلهم من هاد الجهه كلهم بحال بحال. دابا غادي ندوزو للقدام، هنا كنلقاهم كلهم مختلفين ما كيتشابهوش، كل واحد عنده لا فورم ديالو في شكل. في لا فيديو لا بارتي 2 شفنا لي فريز الكاركتيريستيك ديالهم، شفنا من 1 حتى 7. هذيك الكاركتيريستيك رقم 7 هي اللي شفنا فيها لو مود دو فيكساسيون، يعني لا فريز كيفاش كتفيكسا في البورت فريز. وباش نذكروا كنا شفنا لي فريز اترو ليس اولا لي فريز اترو، وشفنا لي فريز اكو. لي فريز اترو شفنا فيها لي فريز اترو ليس و لي فريز اترو طارودي، والنص الثاني شفنا فيه لي فريز اكو سيلندريك و لي فريز اكو كونيك. دابا غنشوفوا كل وحده فيهم كيفاش كتركب في هاد لو بورت فريز. غنبداو بهاد النوع ديال لي بورت فريز اللي كيتسمى بورت فريز ابو ليس. الدور ديالو هو اللي كتركب فيه لا فريز اترو ليس. لا فريز اترو ليس هي هادي، اذا حتى هاد لوبو هذا خاص يكون ليس وكيتركب هكا جوست اجوستي. ولكن المشكله عندنا هنا ميمكنش الا دار هاد لابروش مع الفريزوز لا فريز ما غدورش، هنا ما عنديش ليزون. اوكي ليزون ما كاين هنا ما بين لا فريز و البورت فريز. باش نديرو لا ليزون دونطرينمون ديال الفريز و البورت فريز هنا كنستعملو هاد لابيس هادي. هنا راه عندي واحد جوج ديال لي تيت خارجين هنا، وعندنا واحد دو غينيغ وكيتركبو هنايا. دونك فوالا ليزون. ملي غنركبو هنا نفس الشيء، هادو اللي عندي هنايا مال غيجيو غيدخلو فهاد لا غينيغ ديال لافريز. ها لافريز مسونطريا في لابر بورت فريز، هنا عندي فورم سيلندريك،
ولي عندها ليزون، لان عندي هادوك اللي داخلين في لا غينور، بقى ليا مشكل هو ان الا درت ليها هكا غادي يطيح، بقات لا ليزون الثانيه. هنا غنستعملوا هاد لافيس سبيسيال وكنزيروها بهاد لاكلي سبيسيال. غادي نسدو وخاصنا نزيرو مزيان باش ما تحلش ليا لافريز من بعد. دوك هذا هو المونتاج ديال لي فريز اترو ليس كيصلح ليهم بورت فريز ابو ليس. النوع الثاني ديال لي فريز من ناحيه لو مود دو فيكساسيون هما لي فريز اكو. غنبداو بلي فريز اكو سيلندريك. لي فريز اكو سيلندريك كنشدوهم باغ لي بورت فريز اللي كيتسمى بورت بانس، اربر بورت بانس. لو بورت بانس شنو هو؟ عباره على موند بحالو بحال الاخرين، ولكن القدام عنده واحد لابارتي كرو من هنا كيركب فيها واحد لابانس. هادي هي لابانس. علاش بانس؟ لينا إلاستيك فيها دي غينيغ هنا دي فونت هنايا، ولا تركبنا فيها لافريز هنا وزيرنا هنا لافريز كتشد ليا مزيان. دونك هنا شكون اللي غيعطيني هاد البانسمو هذا؟ هاد البانسمو هذا شكون اللي غيعطيه ليا؟ كيعطي ليا هاد لوكون هذا. شحال ما دفعنا هذا فيغ لوكون شحال ما كيوقع ليا بانسمو. ولكن المشكلة عندنا إلا دفعنا أفون كيقدر لاباس متبغيش تحيد لك من بعد. ولو باش تحيدي لاباس من بعد عندنا هاد ليكرو هذا، خاصني قبل ما نمونطي لافريز ديالي نمونطي بعدا لاباس، غنديرو ليها هكدا ونركبوها في لاباس في ليكرو. غنديرو عندي لاباس راكبه في ليكرو ما كتحركش، وغادي نمونطيو ليكرو في البورت بانس ونجي نركب لاكو ديال لافريز ديالي. شحال ما دخلنا لافريز مزيان، علاش؟ حيت الا بقات خارجه بزاف كيوقع ليا بورتافو ممكن تهرس لك في ليزيناج. دونك شحال ما دخلنا كتكون صحيحه. نزيرو ليكرو ديال بورت بانس وكنستعملو ملي نكملو الزيار تنشدوها في ليطون بطبيعة الحال ونزيرو بالكلي اكروشي افون حتى تشد ديال لافريز متبقاش تحرك. ودابا غندوزو للديمونتاج ديال لافريز وديال لابانس. غادي نحلو لابانس بطبيعة الحال ملي كتكون سيري كنحلوها بكلي اكروشي، نديفيسيو ليكرو ونحلوه حتى يتفصل. يعني ملي غنحل غيجبد ليا معاه لابانس، ها لابانس جبدات مع ليكرو. نحيدو لافريز ديالنا باش ما نجرحوش، نحاول ندفعوها بحال هكذا. نحيدو لافريز ديالنا ولابانس بلا ما نفورسيو عليها. كاينه اون تكنيك باش كتنفصلو لابانس على ليكرو. غادي نشدو بهاد الطريقه هادي ليكرو ونجيب صبعي الكبير هذا ندفع البانس بحال غنعوجو في هاد الاتجاه هذا. وها لابانس فصلات. المونتاج نعاودها، المونتاج غادي يعني نبركو عليه هكذا كيتمونطا، وباش نفصلوه هكذا. نبقاو مع لي فريز اكو سيلندريك. كاين لي فريز اكو سيلندريك اللي كنلقاوهم كلهم ملسيين، هنا ما كاين حتى شي حاجه في لاكو، خلاف هادي كنلقاوها بحالها. ولكن هنا كاين واحد البلا، هاد لو هاد الغينيغ هادي ترانسفيرسال عندها واحد الدور. هادي يمكن نركبو في ابر بورت بانس، وفي نفس الوقت يمكن نركبو في هاد النوع ديال لي زابر بورت فريز. هنا عندي لوترو راه قدا قد هادي باش كتدخل اجوستي، ولكن شكون اللي غيفيكسي ليا لا فريز؟ كتفيكسيها ليا هاد ليكرو هذا اللي كيت لافيس باردون. هاد لافيس كتسمى اون فيس دو بريسيون، فيس دو بريسيون كنلقاوها من القدام بلا، وكتحل بكلي سيبون مال. ملي كنزير هنا هذاك لو بلا اللي عندي في لافريز كيخصو يدخل يجي مع داك لو بلا ديال لافيس سون تيت او لافيس دو بريسيون. بطبيعة الحال خصني نزير افون باش ما تحلش ليا دوك لافريز، ما يمكنلاش الدور حيت كاين داك لو الفيس شاده في لو بلا ديالو، ويمكنلاش تخرج حيت كاين هذيك لا غينيغ ترونزفيرسال. هذا هو النوع الثاني ديال باش كنشدو لي فريز اكو سيلندريك. لي فريز اكو دائما شفنا لي كو اكو سيلندريك، دابا اكو كونيك. لي فريز اكو كونيك يخص هاد البورت فريز يكون من الداخل حتى هو عنده كون. هاد الكون هذا الدخلاني كنسميو لي كون مورس، اللي كيتسموو لي كون مورس.
سي ام راه عندهم تما ارقام كيكبروا كاين الكبار وكاين الصغار. دونك لو كولمورس ملي كندخلوا هنا كيلصقوا هما لي كولمورس معروفين انهم ملي كيركب كيتلصق يل سو كول مي باش يتحيد ليك كيتحيد الا بطرق ميكانيكيه. هنا الطريقه اللي كنشدوا بها هنا وهنا عندي واحد الداخل واحد الفيس اسيبو كرو وغادي نشدو نزيروه بكلي اسيبو مال. دونك ما حدينا لاحظوا معايا هنا ما حد كنزير ليكرو ولا فريز كتدخل داخل ما حديه كتدخل داخل كتجي مع لو كون. اون فوا كنزير هنا افون صافي لو كون كيجي مع لو كون ولا فريز كتلصق ما تبقاش بغات تحل وكتولي مع البورت فريز ديالو. النوع الثاني اللي كيشدنا لي فريز اكو كونيك عندو هنا واحد الفتحه هنايا والداخل راه كونيك كون مورس. هذا حتى هو راه كون مورس كنشدو به غالبا كنشدو به لي فوري. دونك لو كون مورس غادي نركبو هنايا كون مورس ف ولكن هنايا ما كاين لا فيس هنا لا والو باش كيتشد. دونك كنحاولو غير مع شي خشبه نحاولو نضربو هكا فشي خشبه صافي كيلصق. ولكن لو ديمونتاج باش تفصلو عاوتاني فيه مشكل مي باش يتحل امبوسيبل لان عندي كون مورس. كنحلوه بشاس كون شاس كون غادي غير ندير هكدا وغيتحل ليا لو كون ديالي وغيتفصل. اما بيديك راه امبوسيبل تفصلهم. النوع الاخر اللي غنشوف هو لي فريز اترو ليس من نوع 3 طاي او لا من نوع لي فريز سي. هاد لي فريز سي كنلقاو بعدهم هنا واحد لو ترو ليس افيك غينيوغ دو كلافيت وكنلقاو هنايا بالنسبه لي فريز سي كنلقاو ترو ليس كيما عندهاش غينيوغ دو كلافيت. غادي نشوفو علاش. نبداو بهاد لا فريز اترو ليس من نوع 3 طاي. هنا غتركب في اربر بورت فريز لون ابر لون لابر لون اي هو هذا. راه هنا على حسب لا فريز فين غتجي. اول حاجه كنعرفو لو ديامتر ديال لا فريز غادي نعبروها من هنا. هنا راه عندي 22 واخا كتشوفو نتوما 29 على حتى لاجستمون فوالا 22 كيخص حتى لابر بورت فريز لابر لو حتى هو يكون عندو هنايا خاص نعبرولو في الديامتر ديالو 22 عبرنا كنلقاو 22. الوغ هنا كيخص تكون عندي ليزون ما بين لا فريز وما بين هذا. اذن غينيوغ دو كلافيت هنا في لابر لون راه فيه واحد الغينيوغ دو كلافي طويله على الطول ديال لابر وكنلقاو هنا عندو واحد لا كلافيت هاي. دونك في المونتاج كنحاولو على حسب لا بوزيسيون ديال لا فريز فين بغيتيها تكون واش هنا او لا هنا او لا هنا على حسب. لان فريض غادي نجيبو لا فريز ديالنا هنا غادي نمونطيو لا فريز ولكن المشكله اللي عندنا هنا نجيبوها مع لا غينيوغ. ولكن هنا خصنا نفكروا في لو سونس دو لوطاسيون. الا كانت كدور هكذا راه خصها تركب في هذا الشكل هذا. كانت لا فريز كدور في جهه اخرى خاصنا نقلبوا لا فريز لجهه اخرى. دونك ما نجيوش نركبوا عشوائي خصني نعرف شنو كان الو غادي نركبوها نجيبو لا فوالا ونجيبو ديك الساعات لي باغ هادو كيتسموا دي باغ اون تروتواز سو سو عندهم ديفيرون زيبيسور باش نبوزيسيونيو لا فريز ديالنا فين ما بغينا. هادو سون دي باغ اون تروتواز نركبو جميع لي باغ اون تروتواز فوالا قلنا راه عندهم ديفيرون زيبيسور باش نبوزيسيونيو لا فريز ديالنا. عطنا لابيس الاخرى وكنزيرو بطبيعة الحال بريك ليكرو ديالنا. دونك ليكرو كنبقاو نزيرو افون وفي الاخر ليكرو راه عندو واحد دوز ديال لي مي بلا هنا وكنزيروها بكلي بلات. دونك هذا لي فريز 3 طاي لي لو ترو ديالهم اليزاج غينيوغ. لا فريز سي كنلاحظو هنا ما عندهاش غينيوغ غينيوغ دو كلافيت ما كايناش. علاش؟ حيت لي فريز سي بطبيعتهم رقاق بزاف الا درنا غينيوغ دو كلافيت والتكروشات ليا في لا ماتيير غتهرس.
دونك ما ترش لا فريز، ما تكروشاش لنا في لا ماتيير، ما ديريش لها هنايا غينور دو كلافيت باش ثلاث تكروشات كتوقف ولابر كيبقى يدور بوحدو. دونك الموطاج ديالو بحالو بحال اللي شفنا قبل، سهل خصنا بطبيعة الحال نعبرو الديامات ديال لاليزاج ديالو هنا، ديامات داليزاج شحال، ونعزلو ليها لابر بطبيعة الحال. راه في لاتولي كيكون عندنا بزاف ديال ليزابر بحال هادا على حسب لي ديامات، وكنركبو لافريز ديالنا. فوالا حتى هي على حسب لا بوزيسيون فين بغيناها تجي، وكنركبو لي لي باك اونتر تواز ديالنا. فكنركبهم كلهم وكنزيرو عليها حتى هي نفس الشيء بليكرو باردون، نزيرو عليها بليكرو لي بالدور ديالو. غادي نزيرو حتى لاخر نوصلو للافان ديال السيراج، وكنكملو السيراج ديالنا بكلي كلي بلات، نكملو لو سيراج ديالنا بلا كلي لا كلي بلات. واحد لا روماك خاصه بالنسبه لهذا النوع ديال لي زابر بورت فريز، اولا لي بورت فريز لي مودران بورت فريز، هذا خاص كنلقاو لا فريز والبورت فريز ديالها بياسه وحده، هذا ما كيتفككش، هذه كنبقاو كنخدمو بها حتى كتحفى وكتموت، ما عندكش كدير ليها باش تعوضها. الاخرين لي بورت فريز كيبقاو عندنا دائما كنبدلو على لي فريز، هذه ما يمكنش نبدلو لي فريز، هذه حاله خاصه.